فردكم المنزلي اليوم هو تصوير فيلم وإعداد تقرير عن أحداث محلية مثيرة، وهذا سيكون لقناة الصف. أراكم جميعاً غداً أيها الطلاب. يمكننا أن نعد تقريراً عن عبيد، أكثر إنسان طائش رأيته في حياتي كلها. هذا ليس مضحكاً. هيا يا شباب، فلنبحث عن حدث لتغطيته. نحن نحتاج إلى حدث مثير لكي نكتب عنه تقريراً. أنا عندي قصة. هذا الشارع يبدو عادياً جداً، لكن حادثة مثيرة حدثت هنا. هرة علقت في الشجرة. كيف يمكن أن تنزل هذه الهرة؟ ومن سينقذها؟ وكم ستبقى هذه المسكينة عالقة فوق؟ وهل الجهات المعنية ستأتي وستعيد الهرة إلى... عبيد، الهرة ذهبت. ماذا؟ ظننت أنها عالقة فوق. حتى لو كانت الهرة عالقة، القصة ليست مثيرة أبداً. لا تقلقوا، سنجد شيئاً آخر، فلنستمر في البحث الآن. شباب، استعدوا، انظروا، لقد وجدت قصة خطيرة. جاهز. هذه السيارة معطلة، دعونا نرى ما هي المشكلة. لو سمحت سيدي، ما هي مشكلة السيارة؟ ها؟ ما من مشكلة، كنت أتأكد من الزيت فقط. كات. وهذه أيضاً ليست قصة. من كان يتخيل أن الحصول على خبر مثير جداً سوف يكون بهذه الصعوبة؟ يجب أن نستمر في البحث. يبدو أنني وجدت قصتنا. مرحباً، أنقل إليكم الحدث من الحديقة. قبل قليل رأينا طائراً من فصيلة نادرة جداً، لست متأكداً تماماً من أي نوع من الطيور الجارحة هو. يشبه النسر، لكن لم أرى واحداً بهذا الحجم في حياتي. عجيب، النسر بدأ يهبط، ربما يريد أن يصطاد فريسة. عبيد، أنت لماذا لا تصور؟ طائرك الجارح الكبير كان طائرة أختك الصغيرة. لم أكن أعتقد أن تغطية خبر مثير سيكون صعباً هكذا. يمكننا أن نؤلف قصة. ماذا تقصد؟ أقصد أن نؤلف قصة ما ونمثل أنها حدثت حقاً. مثل ماذا؟ قد نقوم بتقرير عن قطيع الديناصورات العملاقة يقتحم الحديقة. وكيف سنفعل هذا الشيء؟ لن نؤلف أي خبر، كل ما علينا أن نفعله هو أن نجد قصة حقيقية. حسناً، ولكن أين سنجدها؟ لا أعرف، لكن لا تظنوا أن هذا الأمر سيكون سهلاً أو سيهبط علينا من السماء. لكن القصص المثيرة يمكنها الهبوط من السماء حقاً. هيا، فلنذهب الآن. هذا رائع، سيكون مشروعنا الأفضل في الصف. على ما يبدو أن الصف كله يغطي الخبر نفسه. تعالوا، عندي خطة.
مرحباً، أتيتم لكي تذهبوا في جولة؟ أجل، نريد أن نصور الطائرة من زاوية غير اعتيادية. جيد، أنتم في المكان الصحيح، اصعدوا. نحن في الهليكوبتر! عجيب! هناك الكثير من الأزرار، تعرف وظائفها كلها؟ بالطبع أعرف، هذا للمحرك النفاث، والثاني يشغل الهبوط الذاتي، وهذا يجعل الهليكوبتر مخفية عن الرادار. وماذا يفعل الزر الأحمر الكبير؟ هذا قاذف المقعد، مهما حصل لا تضغط هذا الزر. عجيب، قاذف المقعد. عبيد، ماذا فعلت؟ تمسكوا! أنا أحاول. لا، لا اتركني، لا أريد أن أقع. سيكون الوضع أسوأ بعد؟ أنا أسوأ! حسناً، الآن فلندخل إلى الهليكوبتر. لكن ليس فيها طيار. هل تفضل البقاء هنا؟ أشعر بالدوار، أشعر بالدوار. يجب أن نجعلها تهبط. كيف سنجعلها تهبط؟ ليس لدينا أدنى فكرة. في الواقع الطيار أعطانا الحل، لقد قال إن هناك زراً للهبوط الذاتي، لكن يجب أن أعرف أي زر هو. هيا إذن بسرعة. أعتقد أن هذا هو. أولى. ضغطت على زر الخطأ. أعرف. كنا على وشك الاصطدام. أعتقد أن هذا هو الزر. نجحت يا منصور. الآن يجب أن نجد عبيد. وجدته هناك. عبيد، كيف كانت التجربة؟ مخيفة جداً جداً. ما زلت تصور؟ أجل. رائع، سيكون لدينا أفضل تقرير. أكيد. أظن أننا جميعاً متفقون أن منصور وسالم وعبيد حصلوا على تقرير رائع. لهذا السبب حصلوا على درجة الامتياز. لكن من فضلكم لا تقوموا بأي عمل خطير مجدداً، لنشاهد الفيديو مرة ثانية.
هل رأى أحد قلمي الأسود والفضي الذي أعطاني إياه والدي؟ ألم يكن على طاولتك؟ بلى، لكنه اختفى. هناك أشياء كثيرة بدأت تختفي في البيت. قلم أبي، علبتي الخاصة بالمفكات الصغيرة، أساور سارة. حقاً؟ غريب، يبدو أن هناك لصاً هنا. سالم، لا تكن سخيفاً. أنا لست سخيفاً، يوجد لص هنا. ليس عندنا لصوص. هل رأى أحد منكم عقدي الفضي؟ لا أمي. حسناً، إذا رأيتموه أعطوني إياه. ما زلت تظن أنه لا يوجد لص؟ أعتقد أنه علينا أن نتحرى عن الموضوع. هذا ما كنت أفكر فيه. حسناً، إذا كنا نريد أن نمسك باللص فعلينا أولاً أن نجهز له بعض الكمائن. حسناً. بارد بارد. حسناً، سأطفئ المكيف. بارد بارد. أطفأت المكيف، ستشعرين بالدفء. بارد بارد. هذه بدايات المرض، أنت مريضة؟ بارد. هل رأى أحد منكم ساعة؟ ما هذا؟ منصور؟ بارد. دعيني ألبسك هذه، ستشعرين بالدفء. بارد بارد. أمي أمي. ما بك حبيبتي؟ لا أعرف ما بها بيبي، طوال الوقت تقول بارد. لا تقلقي، سأتصل بالبيطري. عندما سيأخذ اللص الملعقة سيرن الجرس وسنستطيع الإمساك به، والآن ما علينا سوى الانتظار. أظن أنني أسمع اللص. جدي، أخفتنا. أنا آسف يا شباب، لكن أنتم ماذا تفعلون هنا؟ نحاول أن نرتاح قليلا. لا، نحن بلى، هذا الأسبوع كان طويلاً ومتعباً. حسناً، أردت أن أعرف إذا رأيتم مفتاح سيارتي، لا أستطيع إيجاده. ربما تركتهم في السيارة مثل كل مرة. هذا أول مكان بحثت فيه، هو بالتأكيد هنا ولكن لا أعرف أين. لماذا كنت تقاطعني؟ نحن لا نريد أن نخبر أي أحد عن تحركاتنا، هذه تحريات سرية. لكن جدي ليس لصاً. حالياً الجميع مشتبه فيه. لكن اللص لديه مفتاح سيارته. هذا بحسب كلامه. سالم، لا تكن سخيفاً. سنرى. أمي، دعيني أنام 10 دقائق بعد أرجوك. هذا هو اللص. القهوة. ما كان هذا؟ أمي، هذا جرس الباب. لا تقلقي، أنا سأرى من أتى. مرحبا، أنا الطبيب البيطري، أتيت إليكم بسرعة، أتمنى ألا أكون قد تأخرت عليكم. لا أرغب بمعالجة ببغاء ميت. أكيد، أرجوك تفضل. شكرا لك. آسف آسف، النظرات الخطأ. أنا خائفة جداً على بيبي طوال اليوم وهي بارد بارد. تقول بارد. تقولين طوال اليوم؟ دعيني أكشف عليها. بارد بارد. لو سمحت، بيبي هناك على الغصن. صحيح صحيح، إنها على الغصن. آسف، النظرات والخطأ. عفوا، لكن أين هي الببغاء؟ مارد.
بارد بارد. وجدتك. عندي فكرة، ماذا لو نحضر كميناً ونصبغ المكان بالطلاء المخفي؟ وعندما يأتي اللص إلى مكان الكمين ستكون عليه أثار الطلاء. لكن الطلاء مخفي. تماماً، ولا يستطيع رؤيته. ولا حتى نحن. لدى نانو أشعة فوق البنفسجية تظهر الطلاء المخفي. فكرة عبقرية. أجل. الآن ابقوا حذرين، من الصعب أن تعرفوا أين وضعتم الطلاء لأنه غير مرئي. هل رأى أحد منكم أنتم الثلاثة أزراري؟ لم أرها. ما بكم أنتم الثلاثة؟ وضعنا طلاءً مخفياً لكي نمسك باللص. ألا تعتقدون أنكم كبرتم على ألعاب الخيال؟ نحن حالياً نواجه عقلية إجرامية من الطراز الأول. اسمع، هذا اللص قد يختبئ في مكان ما لسنوات وينتظر الفرصة الذهبية للسرقة. هو يمكن أن يكون أي شخص في هذا البيت. مستحيل أن يكون أحد من عائلتي هو اللص. يجب أن تعرف أن الجميع مشتبه فيه في هذه الحالة. لقد اختفى. نانو، شغل الأشعة فوق البنفسجية. حاضر منصور. أها، آثار خطوات اللص. أخيراً سنمسك به. نانو، هل يمكنك اتباع آثار الخطوات؟ أها. أجل، هناك هناك. حسناً، هيا هيا، أسرع أسرع أسرع. هيا يا سالم. هيا هيا هيا، الحقوا نانو بسرعة. هيا تلك الغرفة ليس هنا. نانو نانو، هيا بسرعة بسرعة بسرعة. الحقوا بي. فوق 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 فوق. ها، وصلنا. ها، سالم، يبدو أن اللص كان جالساً مكانك. ها؟ لا، أنا لست لصاً. الجميع مشتبه فيه في هذه الحالة. لكن أنا لست لصاً. نانو، سلط الأشعة على سالم. ها؟ ها؟ قلت لكم أنا لست لصاً. أعرف، أظن أنك وقفت على الطلاء. مارد؟ أنا نهيت الفحص. والأخبار ليست جيدة. حار حار. بارد بارد. لا 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 لا، هذا أسوأ مما توقعته. بيبي، يجب أن توضع في الحجر الصحي. هي تعاني من متلازمات جنون الببغاء، وأخاف أن تكون قاتلة. أنا يجب أن أعود الآن إلى العيادة وأبحث بشكل مفصل كي أمنع انتشار وباء الببغاوات في المدينة. النظرات الخطأ. لو كنت مكانك لوضعت أغراضي في مكان آمن. لا أعتقد أننا سنمسك باللص، إنه ماهر للغاية. حار بارد. ها ها، عرفت من هو اللص. بسرعة الحقوا بي. هيا هيا هيا. لماذا أحضرتنا إلى هنا؟ حار، أحضرتكم إلى هنا لكي أكشف لكم من هو اللص. أي لص؟ يوجد لص في المنزل. سالم، ليس عندنا لص في المنزل. لا، ليس لدينا لص، لكن كل واحد منكم قد فقد شيئا من أغراضه. صحيح؟ صحيح. لكن لا يعني أنه يوجد لص هنا. دعوني أريكم. حار بارد. حار بارد. حار بارد. ما زلت لم أفهم يا منصور، من هو اللص؟ أعتقد أنه سالم. أنا لست لصاً. حار 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 حار. هذا؟ إنها أزراري. مفتاح سيارتي. قلمي. بيبي أخذتهم كلهم وخبأتهم هنا. كل هذا لأنها تريد أن تلعب لعبة حار وبارد. حار وبارد. أي بيبي ليست مريضة؟
لا. لا يوجد لص؟ لا. حار حار حار. سارة، يبدو أن الجو حار جدا. شغل المكيف من فضلك. ناصر؟ ماذا تريد؟ أنا منشغل بالتحضير للاجتماع في مزرعة البن. يقولون في الإنترنت إن تنانين الكومودو موجودة على هذه الجزيرة، أهذا صحيح؟ ها؟ لا لا، تنانين الكومودو موجودة على جزيرة الكومودو. لكن ستقول لي الآن إن تنانين الكومودو موجودة على كل جزر إندونيسيا. هيا اذهب، أنا منشغل كما ترى الآن، لا تزعجني. لا، إنها موجودة على جزيرة فلوريس. ليس لدي وقت لهذا الآن، تقرير مزرعة البن سيكون في السجلية الدائم، دعني أركز. واحد من مصابيح الإشارة تعطل ونحن نهبط بالطائرة، يجب أن أبقى هنا لأشرف على الصيانة. لكن يا أبي، أنت وعدتنا أنك ستكون معنا. أعرف يا منصور، وأنا آسف فعلاً. كما تعرف، السلامة دائماً تأتي أولاً. بأي حال، ناصر سيكون معكم. لكن أنا لدي عمل مهم. الشباب لا يسببون أي مشاكل، صحيح يا شباب؟ لا لا، أكيد لا. مستحيل. مشاكل؟ نحن، هل يعقل؟ تستطيع الاعتماد علينا يا أبي. حسناً، جيد جيد. هيا هيا. مرحباً، هيا يا شباب، تفضلوا. هيا هيا هيا. اسكتوا. المكان جميل جدا هنا وهادئ، سوف نقوم بجولة. أجل، أعجبني المكان. يكفي، توقفوا. اسمحوا لي، هل ترغبون في مشاهدة الجانب الآخر من الجزيرة يا شباب؟ أجل، تركي، بما أنك الأكثر هدوءاً بينهم، هيا ابقى وكن مساعد الخاص. لكن أعرف 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 أن هذا شرف كبير، لا داعي لشكري. أكيد شرف كبير. سأعود لاحقاً، أقضوا وقتاً ممتعاً. حسناً، إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا يا شباب، سيكون الأمر ممتعاً. ها؟ 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 يا شباب، هل سمعتم صوتاً؟ ماذا؟ ها؟ هذه الخشخشة. لا، أنا لم أسمع سوى صوت ركبتيك يا سالم. وصوت أسنانك أيضا. ها؟
تنانينو الكومودو. اركضوا. قلت لكم هناك شيء ما. بسرعة فوق هذه الشجرة. تعتبر القهوة من أعظم عطايا العربي للإنسانية. أكيد. ناصر. نعم. ماذا سنفعل الآن؟ ننتظر. يبدو أن هذا التنين لن يتحرك من مكانه. نانو سيخلصنا منه. نانو، هل يمكنك تشتيت انتباه تنين الكومودو؟ نعم يا منصور، عملية تشتيت انتباه تنين الكومودو تبدأ الآن. عندما تنمو الحبوب على الشجيرات لا تبدو لك كأنها مهمة جداً، لكن بمجرد أن تتحول من حبوب إلى قهوة تصبح من أثمن السلع على وجه الأرض. بخير؟ أنا بخير. أنا آسف، لم أكن أنظر أمامي، كنت أهرب من تنين الكومودو. يبدو أنه نفس تنين الكومودو الذي تعاني منه أسرتي. كانت لدينا 4 جواميس ترعى بسعادة في حقل الأرز، ولكن بعد فترة بقيت لدينا 3، وبعد أسبوع بقيت 2، والآن لم يبقى لنا سوى جاموسة واحدة. لا تستطيع أن تعطينا الحليب من شدة خوفها من التنين. عندي فكرة، نستطيع أن نعلم من خلالها التنين درساً لن ينساه. تعالوا. يمكننا أن نقوم بهذا الأمر، ويمكننا لاحقاً أن نفعل ذلك. هل فهمتم؟ مئة متر، 75 متراً، 50 متراً. أنا أراه. 15 متراً، 10 أمتار، انطلق. هيا. الجميع أن يعرف أن تنين الكومودو آت. إنه تنين الكومودو الشرير، أخرج من هنا. اختلاف النكهات يعتمد على نوعية الحبوب والتربة وطريقة التحميص. أكيد، لكن ناصر، هذا شيء مذهل. كمية النكهات لا نهائية تقريباً. نحن لم نتكلم بعد عن المواد الإضافية مثل الكراميل والفانيليا. لن تصدقوا أبداً المسافة التي كانت بين ناصر والكومودو. تعرفون، كان سيأكله. حقاً؟
حقاً، المسافة كانت قريبة هكذا. نحن أيضاً كنا قريبين منه كثيراً، لكننا لم نهرب. في الواقع، نحن قد أنقذنا مزرعة عائلة من تنين الكومودو. هزمنا التنين بالجرس. ماذا هناك؟ قلت لكم التنين كان قريبا وكان سيتناوله. ولماذا لم تخبرني؟ كنت أحاول ذلك. ظننا أنك تنين الكومودو. تنين الكومودو؟ أين؟ أي نكهات طلبتم؟ شوكولاتة بالكراميل، فانيليا وبسكويتاً، كاكاو بالنعناع، سنجاب. طلبت مثلجات بنكهة السنجاب؟ لا، يوجد سنجاب هناك. ما الذي يفعله هنا؟ سنجوبي، أين سنجوبي؟ تعالوا فلنعد سنجوب إلى صاحبته. هيا فلنساعدها. هيا هيا. حسناً. أنا سأعطيك به. تعال معي لنحضره. أوف، الحمد لله لم يتأذى. إنه بخير. تريدون مني أن أرميه إلى فوق لكم؟ لا لا لا، تعال إلى هنا وأحضره. عبيد، أعطني إياه، أنا سأأخذه. لا 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 تقلق، فأنا مسيطر على الوضع. هذه هي سيطرتك على الوضع عبيد؟ هذا كله بسببك أنت. توقفوا عن الشجار وأحضروا سنجوب. سنجوب، تعال يا سنجوب. لا أستطيع الوصول إليه. سالم، أمسك برجلي وأنزلني إلى تحت. أمسكت به، الآن اسحب لي إلى فوق. سنجوب.
لا تقلقي، سنجوب معنا. هيا تعالوا إلى هنا. أنت أصعد إلى فوق وأنا سأعطيك سنجوب. لا أستطيع أن أتحرك. اسمع، سأضع سنجوب على الأرض وسأساعدك. سالم لا تخف، أنا سأبقى معك. ألقوا أعينكم علي وكونوا جاهزين لاتصالي. حسناً، هيا بنا. لا 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 تخف سنجوب. لا يهمني سنجوب. هيا فلنرتدي هذه وبعد ذلك سوف نكون في أمان. بسرعة بسرعة هيا. شما، ما زلت ترينهم؟ ما زالوا ينزلون، هم تحتنا تقريباً بعشرين طابق. حسناً، أخبريني بكل شيء على الدوام. حسناً، ها، هل تشعر بتحسن الآن؟ لا، لا أشعر. دعها تتوقف. ماذا تفعل؟ أنت قلت دعها تتوقف وأنا أوقفتها. لكن نحن لا نستطيع أن نبقى هنا. حسناً، دعني أرى. ما رأيك لو أفعل هذا؟ لماذا نصعد الآن؟ توقف. أحاول أن أجد حلاً لكي نخرج من هذه الورطة. أنت لا تريدنا أن نصعد إلى فوق ولا أن ننزل إلى تحت. ماذا تريدني أن أفعل؟ أنا لا أعرف. دعني أفكر. أرجوك لا تصرخ. لا أريد أن ينزعج سنجو. منصور، توقفوا الآن في منتصف المبنى. وعبيد بدأ بتنظيف النوافذ. ماذا؟ ماذا يفعل؟ المهم، شكراً شمة. أظن أننا في الطابق الصحيح. عبيد، ماذا تفعل؟ نحن لسنا وحدنا. اضرب سنجوب بشرة. كما ترون هنا في المشروع هناك ثلاث مجالات رئيسية للنمو. تفضل. أوه، نعتذر على الإزعاج، لكن نحن نريد أن نساعد أصدقائنا. والسنجاب أيضاً. نانو، تخلص من النورس. حاضر منصور. أنتم بخير؟ تقريباً. شكراً لأنكم أنقذتمونا من النورس. ونحن سنعود إلى فوق ونسلم سنجوب إلى الفتاة الصغيرة. حسناً، سننتظركم فوق. هيا. منصور، نحن عالقون. لا تقلق يا عبيد، سنرى ما هي المشكلة. عبيد، عرفت ما هي المشكلة. قطعة قماش عالقة في الترس. ماذا يجب أن أفعل؟ انزل وأخرج يدك من زاوية المنصة. جيد يا عبيد، الآن حرك يدك إلى اليسار قليلاً وإلى اليمين قليلاً، إلى فوق قليلاً، بعد وصلت. القطعة عالقة. هيا، يمكنك فعل هذا. هيا هيا هيا، يمكنك ذلك. شكرا.
شكراً لكم، نراكم فوق. نعتذر مجدداً على الإزعاج. ما من مشكلة، بالتوفيق. شكراً، شكراً. أنا سنجوب. هذا ليس مضحكا يا عبيد. أين سنجوب؟ تفضلي سنجوب. إلى اللقاء سنجوب. اليوم كان حافلا بالإثارة. هيا بنا نأكل المثلجات التي طلبناها. فكرة ممتازة. كيف تستطيع أن تأكل بعد كل ما مررنا به؟ رجلك اليوم جدي؟ تؤلمني قليلاً، يبدو أنني سأعتزل تسلق الجبال. منصور، أريد أن أطلب منك خدمة. اسمعني، أريد منك أن توصل هذه الرسالة إلى مكتب البريد. كنت سأوصلها بنفسي، لكن المسافة سيراً بعيدة جداً. ما من مشكلة يا جدي، الآن الساعة 12، لدي الكثير من الوقت. فليحفظك الله يا صغيري. إلى اللقاء. إلى اللقاء. منصور، مرحبا منصور. مرحبا منصور. مرحبا شباب. ماذا تفعل؟ ما هي الأخبار؟ لا شيء، معي رسالة من جدي يجب أن أوصلها إلى مكتب البريد. يبدو أن الموضوع طارئ. طارئ؟ ممتاز، أين نحن في مهمة الآن؟ مهمة توصيل رسالة؟ انتبه، قد تكون خطيرة. صحيح، ليس كل ما نفعله يجب أن يكون مغامرة مثيرة يا سالم. وصلنا. المهمة على وشك الإنجاز. لماذا الباب مقفل؟ أوه لا، ماذا سنفعل الآن؟ انظر، مكتوب هنا أن أقرب مكتب بريد يقع في وسط المدينة. مكتب البريد المركزي يغلق الساعة 2 ظهراً. في وسط المدينة؟ يجب أن نتحرك، الساعة الآن 12 والنصف. اهدأوا، نحن أمام حديقة المدينة. إذن؟ مكتب البريد في الطرف الثاني من الحديقة. كل ما علينا فعله هو أن ننزل ونمشي داخل الحديقة حتى الطرف الثاني. هذا سهل. هيا نذهب. أتساءل ما المكتوب في الرسالة. أتعرف؟ أنا متأكد من أن جدك عميل سري. ربما هذه خطة سرية. هو ليس عميلاً يا عبيد، عمره الآن 73. حسناً إذن، هو عميل قديم، احتمال أن يكون زعيم الجواسيس. هناك وقت، لدينا ساعة قبل أن يقفل مكتب البريد. يبدو أنها ستتحول إلى مهمة حقيقية بالفعل.
أجل، من كان يتوقع أن توصيل رسالة سيكون بهذه الخطورة؟ مهلا، انتظروني. يبدو أن هناك سباقاً. كيف نستطيع عبور الشارع؟ عبيد، أمسك الرسالة. لابد من وجود طريق آخر. سوف أرى برنامج تحديد المواقع. الرسالة! حركة جيدة يا عبيد. هيا بنا. هيا هيا. منصور؟ ها؟ ماذا؟ 114؟ أنت أخذت رقم العداء وليس الرسالة. شكرا، آسف، بالتوفيق في السباق. ما يزال لدينا 40 دقيقة، تعالوا. لقد وصلنا. أخيرا، لا شيء سيوقفنا الآن. من كان يظن أن رسالة صغيرة قد تسبب كل تلك المشاكل؟ لا! ما الذي يجري؟ بسرعة قبل أن يقفلوا البوابة. هيا بسرعة. هيا 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 هيا. ادخل يا منصور. لا. لابد من وجود طريقة أخرى. نحن لا نستطيع الدخول من البوابة، لكن نانو يستطيع الطيران فوقها. فكرة ممتازة. مرحباً، منصور. عندي لك مهمة يا نانو، وضعية البحث والتحديد. جاهز للتنفيذ. لقد أضعناهم. مهلا لحظة، أستطيع أن أتتبع نانو بهاتفي. من هنا. أجل، من المستحيل أن ننجح في هذا. مكتب البريد يقفل بعد 12 دقيقة. ما من شيء مستحيل. هيا. Ha ha ha.
وجدنا النورس ورسالة ما زالت معه. شباب شباب انظروا أين نحن. مكتب البريد، لكننا تأخرنا كثيرا. لقد فعلنا كل ما بإمكاننا. الرسالة. نجحنا. مرحبا جدي. أهلا يا شباب، تبدون متعبين. تعالوا 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 واشربوا ليمونا بالنعناع. منصور، أوصلت رسالتي؟ أجل جدي، أوصلتها بمساعدة عبيد، سالم وأكيد نانو. جيد، أرجو ألا أكون قد أتعبتكم. لم نتعب أبدا يا جدي. تعرف، لقد انتبهت أنني أعطيتك الظرف فارغا. أنا نسيت أن أضع الرسالة داخل الظرف، سامحني. ماذا؟ لكن أعتقد أن الرسالة كان يجب أن تصل غداً. صحيح، لهذا السبب صورت الرسالة بالمسح الضوئي وأرسلتها بالبريد الإلكتروني. التكنولوجيا شيء عجيب. يا شباب، بحسب هذا الكتاب نحن في بقعة ممتازة للصيد. إنها بعيدة عن الساحل وقد نصطاد كميات كبيرة من الساحل. هاي جدي، ما هذا؟ ما هو؟ غريب، المفترض أنه لا ضباب اليوم. أعتقد أن الشيء الغريب هو أن لون الضباب أخضر يانع. دعونا ننتظر قليلاً، أنا متأكد أن هذا سيمر بسرعة. حسناً، ماذا نفعل لو اصطدمنا بشيء؟ عبيد، لن نصطدم بشيء، نحن في وسط البحر. عجيب، من المفترض لا يوجد شيء هنا. هل يمكننا استكشاف الجزيرة؟ أجل، لكن لا تبتعدوا. أنا سأصلح المحرك وأحدد موقعنا بالضبط. بعد ذلك سنذهب إلى الصيد. أكيد. هيا. دعونا نذهب إلى فوق لكي نرى الجزيرة كاملة. أنا لا أذهب إلى هناك. أنا كذلك. حسناً، أنتم إذن ابقوا هنا. تركي، هل تصعد معي إلى فوق؟
أنا لن أصعد معك فقط، بل سأصل قبلك. لن تتغلب علي. يبدو خطيرا. ما هذا؟ أجل، أنا الفائز. لا، تركي انتظر. هذه ليست منصة مراقبة، هذا عش. لكن ما هو هذا الطير الذي يضع بيضا كبيرا هكذا؟ أنا أظن أننا سنعرف الآن. ما الذي أخرهما كذا؟ عبيد، هل هذا صوت بطنك؟ لا، لقد ظننت أن هذا صوت بطنك أنت. هذا يبدو أنه... لحظة، مستحيل. نانو، حدد نوع هذا الطائر لو سمحت. هذا نوع من الزواحف الجانحة. يعتقد أن هذه الفصيلة انقرضت منذ ملايين السنين. ديناصور؟ منصور، ماذا يحدث هنا؟ ليس لدي أي فكرة. هؤلاء ينادون أمهم. سالم، لماذا تحركت هذه الصخرة؟ ما الذي يحدث هنا؟ لا تخف. لا أخاف؟ لا أخاف؟ نحن عالقون مع مجموعة ديناصورات. هذا أفضل وقت لأخاف فيه. لا تقلق، نحن بأمان هنا. نانو، شتت انتباهها. قريباً. أجل، كان قريباً جداً. ماذا سنفعل الآن؟ لا أعتقد أنها من أكلة اللحوم، لذا لا تقلق. مهلاً، كيف عرفت أنها ليست من أكلة اللحوم؟ عندي فكرة، أنت انزل الآن، إذا أكلتك فسنعرف أنه علينا البقاء هنا. عبيد، لا تقلق، انظر ماذا تأكل. حسناً، فلنعد الآن إلى المركب ونخرج من هذه الجزيرة. تعالوا. Oh.
أبدأ خلف هذه الأشجار مباشرة. أوه. ها؟ ها؟ أوه لا، ما بك يا عبيد؟ انظروا. أنا هنا. هاي 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 هاي. أين منصور؟ إنه يهرب من ديناصور التيراكس. ماذا؟ لا توجد ديناصورات. توجد، نحن للتو. رأيت كيف يلعب به التيراكس. ما الذي يجري؟ فلنذهب يا جدي. أجل، فكرة جيدة. هذا شيء مذهل. تعرفون ما يعني هذا؟ هذا يعني أن هذا الكتاب ليس منه فائدة أبداً. هيا يا شباب، فلنصطاد القليل من السمك الآن، لكن من السوق. هذه الطريقة أكثر أماناً. حاسوب، شغل نظام المراجعة. جميع الأنظمة جاهزة. ممتاز، والآن نحتاج إلى طيار ليختبر الحقيبة. ماذا؟ عبيد، هل تسمعني؟ حول. أجل، أسمع، صوتك واضح. الاتصال جاهز. هذا شيء عجيب. الدفاعات جاهزة. الموازن جاهز. الباراشوت. الباراشوت. افتح الباراشوت. الباراشوت افتح. عبيد، حاول أن تعيد تشغيل النظام. أعد التشغيل. على الأقل
نعرف أن نظام القيادة ما زال يعمل. المتانة جاهزة وجاهزون للانطلاق. كتيبة النسر إلى مركز القيادة، معكم نسر واحد، هل تسمعني يا مركز القيادة؟ مرحبا منصور. مرحبا شباب. مركز القيادة، أكرر، معكم نسر واحد، هل تسمعني يا مركز القيادة؟ أوه، مركز القيادة إلى نسر واحد، هل أنت جاهز للإقلاع؟ حاسوب، انطلق. حسناً، أهم شيء الآن أن نرى أداء الحقيبة النفاثة، لكن لا تنسوا أنها ما زالت تحت الاختبار، فكونوا حذرين أثناء الطيران، مفهوم؟ مفهوم. مفهوم. والآن فلننطلق ونمسك بالأشرار. احذروا منا يا أشرار. عملية عين النسر قيد التنفيذ. مركز القيادة إلى نسر واحد، أجب نسر واحد، هل أمسكتم بأي شرير؟ في الواقع نحن نجرب فقط الحقيبة النفاثة فقط. أي لا تريدون أن تكونوا أبطالا خارقين؟ نحن فقط نجرب الحقيبة النفاثة. أي لا تريدون إنقاذ العالم؟ نختبر الحقيبة النفاثة فقط، هذا كل ما نفعله الآن. أي لا يهمكم أنكم الوحيدون الذين تملكون هذه التكنولوجيا الرهيبة والتي قد تساعدكم في القبض على الأشرار وإنقاذ العالم؟ يكفي، نحن نحب فكرة أن نكون أبطالاً ونمسك بالأشرار، هل هذا أمر خاطئ؟ على الأقل نحن هنا فوق، وبشكل أدق نحن نطير. ساعدوني. سالم. سالم. أنا بخير، أنا بخير. حاسوب، أعد التشغيل. حسناً، على الأقل أنقذتم الهرة. الآن هيا لنمسك بالأشرار. حان الوقت، كتيبة النسر إلى الإنقاذ. كنت على وشك السقوط. كتيبة النسر إلى الإنقاذ. ماذا؟ لا، الفيديو توقف. انزلوني، اتركوني. ننزلك؟ متأكد؟ أنت تعرف ما أقصد. لا تخف، أنت في أيدٍ أمينة. أولا! حمولة زائدة، تحذير! حمولة زائدة، تحذير! تخلص من الوزن الزائد. منصور! حاسوب، أعد التشغيل. ما الذي يجري؟
لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تعمل؟ انتظري، اصبري، انظري، هو يبدو مألوفاً. صحيح، يبدو مألوفاً. هذا هو، هذا هو، هذا هو، هذا هو. هل تعرفين ما يعني هذا؟ أنهم أمسكوا بشخص شرير. وهذا يعني أيضاً؟ أنهم أمسكوا بشخص شرير حقيقي. حمولة زائدة، تحذير، حمولة زائدة، تحذير، تخلص من الوزن الزائد. غريب، من المفترض أن الحقيبة تتحمل هذا الوزن. تمت استعادة الوزن المثالي. أوف، الحقيبة ثقيلة بالفعل. حسناً، أنا أعرف ماذا سأفعل، سأتصل بالشرطة. ماذا؟ لكن ماذا عن هويتهم السرية؟ أجل، صحيح، أنت محقة، اتصلي بالشرطة الآن. كتيبة النسر، مركز القيادة، حقيبة عامل النظافة. الحقيبة؟ لحظة، مهلا، نسيت حقيبتك. توقف! لحظة، توقف! مهلا! هاي! لو سمحت، نسيت حقيبتك. ما حقاً؟ لا أعرف ماذا أقول. شكراً، شكراً. لا داعي للشكر، نحن نقوم بواجبنا. أسر واحد إلى مركز القيادة، النسور ستعود إلى المنزل. نسر ثلاثة إلى نسر واحد، حول! نسر ثلاثة إلى نسر واحد! ماذا يا عبيد؟ تعرفون؟ أنا لست مقتنعاً أبداً بقصة الأبطال الخارقين هذه. نحن لن نمسك بأي شرير، حتى عامل النظافة لن يكون شاكراً جداً. حسناً يا شباب، انسوا هذه الفكرة. شباب، شباب، قبل أن تنفذوا قراركم، دعوني أخبركم القصة كاملة. أوه لا! خلود تحضران الكيك للفعالية الخيرية، تظنون أنه بإمكانكم مساعدتهم يا شباب؟ نحن نود ذلك يا أمي، لكن نحن مشغولون جداً أجل، بأشياء. أجل، أجل، نحن مشغولون جداً، لدينا أشياء ضرورية. حقاً؟ لكن أنا كنت أشاهد التلفزيون. أجل، وما هي هذه الأشياء يا سالم؟ أشياء مثل؟ أشياء سرية ومهمة للغاية. أشياء سرية ومهمة للغاية؟ حقاً؟ منصور،
أنت تعرف أنه عليك ألا تخفي الأسرار عن أمك. ربما أستطيع المساعدة. ما رأيكم بأن من يصنع أفضل كيك سيفوز بمئة درهم؟ ها؟ الآن الأشياء السرية المهمة أصبحت أقل أهمية. أكيد. ممتاز. أحتاج إلى 3 قوالب كيك. يمكنكم الانقسام إلى 3 فرق. خلود وشمة، يمكنكما صنع كيك التمر والعسل. تركي وسالم، يمكنكما صنع كيك الكاكاو. أما منصور وعبيد، كيك فيكتوريا الإسفنجي. الخبز عملية علمية، هي عبارة عن عملية تحويل خصائص المقادير عن طريق الخلط وإضافة بعض المحفزات والتعريض للحرارة. لا، الخبز هو عبارة عن تحويل المقادير إلى شيء لذيذ. صحيح يا عبيد، لكن العلم يجعل طعمها لذيذاً. لا يا منصور، التزيين هو الذي يجعل طعمها لذيذاً. أظن أنه لدينا كل شيء الآن. تماماً، تحضيره لن يتطلب وقتاً طويلاً. سنتمكن من الفوز بسهولة. لكن أنا لا أعرف نصف الأشياء الموجودة هنا. سالم، توقف عن أكل كل شيء. لماذا؟ نحتاج إليها هنا. لدينا الكثير منها. هذا مذهل. يقولون إن الكيك الإسفنجي يحتاج إلى توازن مثالي لإنشاء هيكل الكيك من الطحين والبيض، والتفريغات تأتي من الدهن والسكر. يوجد هيكل بناء في الكيك؟ أي جدران؟ لا أظن أن طعمها شهي. أظن عليك تحريكه بعد. أجل، كلامك صحيح. اسمع، هل رأيت الكاكاو؟ نحتاج إليه؟ نحن نصنع كيك الكاكاو، أي بالتأكيد سنحتاجه. مهلاً، هل أكلته مثلاً؟ ربما. جميل، الآن علينا أن نذهب إلى المتجر لنشتري المزيد. مزج الزبدة والسكر جيداً يزيد الفقاعات الصغيرة في الخليط، وهي تقسم الخليط إلى طبقات، وهذا الشيء يعطي الكيك طعماً يذوب في الفم. إذن لا تتوقف، أحب عندما يذوب الكيك في الفم. ليس عندي شك بأننا سنفوز. أكيد، من دون شك. يغطي بروتين البيض فقاعات الغاز كي يحميها من الانفجار وقت التسخين. كيف يعرف البيض أن عليه أن يحمي فقاعات الغاز؟ هل هذا البيض سحري؟ أو ربما من الأبطال الخارقين؟ حسناً، هل يرتدي البيض ملابس أبطال صغيرة؟ سالم، لقد عدت. لقد أحضرت الكاكاو، لكن أين الخلطة؟ في الوعاء. لا لا، أنا أقصد ما تبقى. هل أكلته؟ سالم، كنت جائعاً وكنت أريد تأكد من أن الكيك طعمه لذيذ. ما كان يجب أن تأكل الخليط قبل أن تضعه في الفرن، ستمرض. أشعر باضطراب معوي. أيمكنك أن تذهب وتتركني وشأني؟ سيكون من الأسهل أن أعمل وحدي قبل أن تأكل كل شيء. إذا كان رأيي سيساعد، فإن الكيك طعمه رائع. رأيك مثلك تماماً، لا يساعد على الإطلاق. تعبت من صنع الكيك ومن تذمر تركي. أتمنى لو يختفون جميعاً.
مرحبا منصور، عبيد، تركي. اخرجوا، هذا ليس مضحكا ابدا. اين انتم؟ منصور، عبيد، تركي، اين انتم؟ شمة، خلود. لا يوجد احد هنا، الجميع اختفى. هل من احد هنا؟ هل من احد هنا؟ اين انتم؟ اين انتم؟ اين ذهبتم؟ أين ذهب الجميع؟ هذا أفضل، على الأقل المكان هادئ من دونهم. ما من أحد سيأمرني الآن. أتمنى ألا يجدني هنا، أتمنى ألا يجدني هنا. أولا أولا، ساعدوني ساعدوني، فليساعدني أحد. أنتم جميعا هنا، سعيد برؤيتكم جميعا، حتى أنت يا ابن خالتي. حمدا لله أنكم موجودون ولم تختفوا. ظننت أنني لن أراكم مرة ثانية. عن ماذا تتكلم يا سالم؟ أنت كنت في الصالة وليس على القمر. كنت وكأنني على القمر، صحوت من النوم ولم أجد أحدا منكم، لم أجد أي أحد، لا في الشارع ولا في الحديقة. بعد ذلك جلست في الحديقة، فجأة ظهر لي وحش كيك كبير، لحق بي وكان يريد أن يسحقني. بعد ذلك رمى علي الكثير من الكب كيك لدرجة أنها حاصرتني. تقصد وحش الكيك مثل هذا؟ إذن من منكم الفائز؟ من سيأخذ 100 درهم؟ تركي، ماذا يجري؟ أنت تشبه وحشا من الكيك. أهلا بكم في معرض العلوم السنوي. العلوم هي دراسة العالم المحيط بنا، كيف يعمل ولماذا يعمل بهذه الطريقة. العلوم تجعل المستحيل ممكنا، فهي وضعت الإنسان على وجه القمر والحاسوب في جيوبنا. أنا متحمس جدا لما سيقدمه لنا العلماء الشباب هذا اليوم.
يسرني أن أعلن في هذا العام أن الفائزين سيحصلون على جولة كبار الشخصيات للمتحف العلمي إضافة إلى جائزة نقدية. فليبدأ التحكيم. بالتوفيق جميعاً. مولد فاندر غراف غير مؤذٍ أبداً. تابع يا مفيد. يقوم مولد فاندر غراف بتوليد كمية ضخمة من شحنات الكهرباء الساكنة أكثر من مليون فولت. تماماً. ولكن مع تيار منخفض جداً. انظر. قدرتك ترفرف إلى فوق. عمل ممتاز يا مفيد. مرحباً طارق، ماذا تقدم إلينا اليوم؟ حسناً أستاذ، المشروع عبارة عن مجسم بركان. داخل الفوهة يوجد كوب من صودا الخبز. أسكب القليل من الخل في الداخل. إن الخل يتفاعل مع صودا الخبز. نحن صبغنا صودا الخبز بملونات الطعام وذلك كي تكتسب لون الحمام البركانية. ممتاز، عمل مبدع جدا. شكرا يا شباب. منصور، ماذا سترين اليوم؟ أود أن أعرفكم إلى نادر. سلم عليهم يا نادر. تحياتي. أهلا بك، تشرفنا بمعرفتك. أخبرنا المزيد يا منصور. يتم التحكم بهذا الروبوت عن طريق برنامج موجود على هاتفي. صممناه لكي يقوم بمهمات متعددة مثل التنظيف والحمل وتحريك الأشياء وحتى المهام الخطرة التي قد لا تكون آمنة على الإنسان. عجيب. يمكنك أن ترينا؟ نادر، أحضر الكرة. أحضر. عجيب. هو أيضاً قوي، انظروا. نادر، اثني الحديدة. اثني. عظيم، سنضمه إلى فريق الجوجيتسو في المدرسة. عمل ممتاز يا شباب. بداية، أشكر كل من شارك في معرض العلوم. رأينا مجموعة كبيرة من المشاريع المميزة، والفائزون لهذا العام هم منصور وعبيد وسالم عن مشروع الروبوت. انظروا ماذا سأفعل. بهذا الاتجاه. ماذا فعلت يا طارق؟ كنت أغسل قطعة الحديد هذه، رائحته فظيعة. لقد فقد عقله. أصيب بعطل كهربائي. إخلاء! إخلاء! هيا فلنخرج من هنا. منصور، هيا! يجب أن أوقفه قبل أن يدمر المدرسة كلها. منصور، لا يمكنك إيقافه وحدك. صحيح، عبيد سيساعدك. أنا سوف أخرج من هنا. سالم، نحن فريق. يبدو أنه سيقضي علينا معا. شكرا شباب، هيا لننطلق. أين ذهب؟ أنا متأكد أنه ذهب من هنا. لحظة، نحن لا نستطيع أن نقاتل شيئا بهذه القوة. نحن يجب أن نعطله من دون قتال. مثلاً، نسحب البطاريات. أنت متأكد أنك تريد الاقتراب إلى هذه الدرجة؟ من هذا الروبوت المختل عقلياً؟ وجدتها، الحقوا بي.
اسمعوني، الرغوة التي خرجت من بركان طارق سببت عطلاً كهربائياً للروبوت، صحيح؟ حسناً، إذا بللناه أكثر فستتعطل البطاريات. مماسة أجل. هيا فلنبدأ. نحن في أمان. نحن نحاول أن ندمر روبوتاً عملاقاً قاتلاً بواسطة ممسحة. أين الأمان في الموضوع؟ ما نحتاج إليه هو كمين. فكرة ممتازة، سنستدرجه نحونا ونفاجئه بهجوم منظم. صحيح، لكننا نحتاج إلى طعم. ماذا قد نستخدم كطعم؟ لا، ليس أنا، مستحيل. يا ليتني لم أتكلم. حسناً، سأبدأ. هاي، أيها الخردة. لا يمكنك فني، لا يمكنك فني. خذ هذا. ساعدوني. جاهز؟ لا. اجلس أيها الروبوت، اجلس. تعالوا معي لغرض النجاة. يحسن ويسجل. انظروا، لقد ارتبك. بسرعة انتشروا. لماذا جعلنا سرعته عالية هكذا؟ وجدتها. سالم، حاول أن تشتت الروبوت. عبيد، ساعدني بحمل هذا. أتمنى أنك تعلم ماذا تفعل يا منصور. أنا أيضاً. الآن ادفعوا. الكهرباء الساكنة غير ضارة للإنسان، لكن مدمرة للروبوتات. أوف، أعتقد أننا دمرنا المدرسة. اسمع طارق، نحتاج إلى المزيد من الإسمنت. إذا كنتم تحتاجونه إلى هذه الدرجة، فلماذا لا تأخذونه بأنفسكم؟ ربما أرسل الروبوت لإحضاره. لا 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 لا، لا بأس، نحن نقدره. من كان يتوقع أن العقوبة ستكون مسلية جدا؟ مصر! مصر! مصر!
نحن نعلم أنك تحب البيتزا ونعلم أنك تحب البرجر. ولكن ما هو أفضل من البيتزا والبرجر؟ طبعاً إنها البيتزا برجر. قطعتان من البرجر شهي مع الجبن، تعلوها طبقة مزدوجة من بيتزا البيبروني مع جبن مضاف على سطحها، وتعلوها شرائح جبن النمر الخاصة بنا. قضمة واحدة ولن ترغب بعدها بأي شيء آخر أبداً. فجأة شعرت ببعض ال... وأنا أيضاً. لا أعرف كيف أشرح. ما هي الكلمة؟ جائع. برجر النمر؟ كنت أنتظرك لتقولها. فلنتسابق إلى هناك. مهلاً. لقد تناولنا الطعام للتو. غريب. لا أعرف كيف أشرح الإحساس. هيا نذهب. شباب. لدينا حالة خاصة. الجميع مستعدون. إن البيتزا برجر تلك لا أظنها صحية. إن المكان كله مهجور. الوضع مريب. أين الجميع؟ منصور! كل شيء سيكون بخير عندما نصل إلى برجر النمر. برجر النمر. شباب، يجب أن يكون هناك طريقاً مختصراً. إن حراس الأمن يركضون نحونا. وجدنا. شباب، أنا متأكد أنهم متجهون نحونا. ما رأيكم أن نذهب من الخلف؟ منصور، نحن يجب أن نخرج من هنا الآن. منصور! لا 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 تقلقوا، أنا أخصائي في التنويم المغناطيسي. دعوا الأمر لي. هؤلاء ليسوا الأولاد الذين تبحثون عنهم. أنت متأكد؟ لكنهم يشبهونهم كثيراً، الطويل والضعيف والسمين. هؤلاء ليسوا الأولاد الذين تبحثون عنهم. لا، هؤلاء هم. انظر ما هي صورتهم على هاتفي هنا. صحيح، هؤلاء هم. لا. انظروا إلى عيوني واسمعوا. هؤلاء ليسوا الأولاد الذين تبحثون عنهم. لماذا يكرر الكلام نفسه؟ لو سمحت، ما الذي تحاول فعله؟ لا تقلقوا. اسمعوني، انظروا إلي. أنت دجاجة، أنت طفل، أنت هرة. قل مياو، قل مياو. يكفي. حسناً، اركضوا. بسرعة، من هنا. على أحد ما أن يشرح لنا ما الذي يجري. بسرعة. بسرعة؟ أنتم تعرضتم للتنويم المغناطيسي بسبب إعلان برجر النمر الذي شاهدتموه. برجر النمر عبارة عن سلسلة مطاعم شريرة للوجبات السريعة تبيع للناس منتجاتها غير الصحية عبر إعلاناتهم في المراكز التجارية حول العالم. بالمناسبة، أنا اسمي أحمد، عضو في مجموعة سرية لمتخصصي التنويم المغناطيسي للوعي الصحي، ونحن أقسمنا على محاربة هذه السلسلة الكبيرة وتحذير كل الناس من هذا التنويم الشرير. هل أنت متخصص بالتنويم المغناطيسي؟
تماماً. اسمح لي، لكن لدي شعور بأنك جديد على أمور التنويم هذه. صحيح، وهذه النظارات أرسلها إلي المقر الرئيسي الأسبوع الفائت كي تساعدني، وهي نسخة تجريبية من تكنولوجيا جديدة لمكافحة التنويم الشرير، لكن على ما يبدو هي لا تعمل جيداً. ها؟ هناك أكثر من سبب. ربما الرام، أي ذاكرة التخزين العشوائية، أو ربما نظام التشغيل، أو ربما التحديث الجديد الذي حملته فيه مشكلة. متى آخر مرة شحنتها؟ جدياً؟ كنت أعرف، عندما حصلت على الفرصة الحقيقية لأدمر برجر النمر فشلت. الآن لا أستطيع مساعدة كل الناس المساكين. مهلاً لحظة، النظارات فيها بطارية تكفي لمحاولة تدمير أخيرة. ما مدى التأثير الذي قد تفعله؟ عدد الناس كبير للغاية. انظر، من حيث المبدأ هذه النظارات تعكس الصورة داخل شبكة العين، صحيح؟ صحيح. بدأ يتكلم بطريقة علمية، وأنا أعرف ماذا يحدث بعد ذلك. قول. وعقلك يحلل الصور ويفهم الشفرات الموجودة داخلها عبر الإشارات الضوئية، صحيح؟ صحيح. هذا يعني أننا لا نحتاج إلى النظارات. لا نحتاج إليها. كل ما نحتاج إليه أي وسيلة يمكن أن تعرض هذه الصور داخل شبكة العين. لكن كيف سننفذ هذه الخطة؟ خطة؟ أي خطة؟ أنا لم أسمع عن أي خطة. هل أنت سمعت؟ إنه يتكلم كلاماً علمياً، وأنا عقلي لا يفهم هذا الكلام. حسناً، بداية نحتاج إلى التشتيت. عرفت ماذا أقصد الآن؟ أمل أنه يعرف عن ماذا يتكلم. كل ما أحتاج إليه هو إعادة برمجة النظام الذي يتم العرض فيه. يا إلهي. ممكن يا سادة أن أحصل على انتباهكم قليلاً؟ لا. انظروا إلى عيوني يا سادة. ماذا أرتدي؟ أعجبتني هذه البدلة. شكراً على المساعدة يا شباب، ما كنت سأنجح أبداً من دونكم. وماذا ستفعل الآن؟ هناك الكثير من المولات بعد، وفروع كثيرة من برجر النمر،
سأمر عليها واحدة تلو الأخرى، وسأساعد الناس الطيبين هناك وأجعل حياتهم صحية. حتى نلتقي مرة ثانية، أتمنى عليكم أن تهتموا بأنفسكم وأن تهتموا ببعضكم بعضا. مع السلامة. مرحبا يا شباب، نكاد نصل، لكننا نعبر فوق جزيرة صغيرة قريبة من مثلث برمودا. أوه، مثلث برمودا، أتمنى ألا نختفي. ما كان هذا؟ عاصفة كهربائية فقط، يجب أن أعود إلى قمرة القيادة. اربطوا الأحزمة، اتفقنا؟ انظروا إلى البرق، لونه وردي. مثلث برمودا، صدقوني. يبدو أنك تشاهد الكثير من الأفلام، إنها مجرد عاصفة. أبي، لا أستطيع أن ألتقط أي إشارة على هاتفي. لما لا تجرب المكان فوق؟ قد تلتقط إشارة. أنا سأتفقد المحرك، لكن اسمعوا، لا تذهبوا بعيداً. حسناً أبي، نراك لاحقاً. هيا يا شباب. شباب، تعالوا إلى هنا، انظروا، إنهم يشبهون القراصنة. لا، أنا أعرف، هذا موقع تصوير فيلم، فلنذهب ونرى. هيا. شارفت المهمة على النهاية. كات. لحظة، إنهم صبية. من أنتم؟ أنا منصور، وهؤلاء أصدقائي عبيد وسالم. أنتم تصورون فيلماً؟ فيلماً؟ وما هو الفيلم؟ يعني فيلم مثل هذا. هل رأيت هذا؟ إنه أمر رائع بالفعل. ما هذا؟ إن هذا الفتى يحتجز أشخاصاً صغاراً في هذه العلبة. ما هي مشكلتهم؟ يا جبل، اربط القارب. اسمي سندباد. سندباد؟ أي مثل سندباد البحار؟ البحار، المغامر، البطل، في خدمتكم. هل يعرف أحدكم ما الذي يحدث هنا؟ يبدو أنه فقد عقله. لا أظن ذلك، فكروا في الأمر، العاصفة، هاتف الذي يتصرف بغرابة، وهؤلاء الذين لا يعرفون حتى ما هو الفيلم. تقصد مثلث برمودا؟ أعتقد أنك كنت محقاً منذ البداية يا عبيد، العاصفة كانت بوابة للزمن. اعذروني، فالوقت ليس في صالحي، لقد أبحرنا عبر البحار السبع لنصل إلى هذا المكان. حياة أميرتي في خطر. أميرة؟ الأميرة عالية، أميرة بغداد. للأسف، لقد تم تسميمها على يد السلطان الشرير قادر، إنه ينوي الاستيلاء على عرشها، وعلي إنقاذها.
الشيء الوحيد القادر على إنقاذ حياة الأميرة هو نجمة نشرة، زهرة صغيرة لا تنبت إلا في هذا المكان. زهرة؟ يبدو الأمر بسيطاً. أنا أتمنى لو كان الأمر كذلك. هذه الزهرة تنمو فوق شجرة عملاقة في وادي العقارب. عقارب؟ حسناً، على الأقل ليست أفاعٍ. وكذلك الأفاعي، الكثير من الأفاعي. علينا الذهاب الآن، هيا يا جبل. لحظة سندباد، ربما يمكننا المساعدة. ستقودنا هذه الأنفاق إلى الشجرة العملاقة. لم تعجبني الفكرة أبداً، يبدو المكان خطيراً. وهو كذلك، لا تلمس شيئاً. من قام بحفر هذه الأنفاق قام بملئها بالفخاخ. اتبعوني، هيا بنا، هيا بنا. توقفوا. لماذا توقفنا؟ هناك شيء ما. بالفعل كما ظننت، الفخاخ ما زالت تعمل حتى الآن. وماذا سنفعل؟ نصنع دروعا. عظيم، إنك تبدو كمحارب حقيقي بالفعل. جبل، قم بصنع المزيد من الدروع لنا. لا، لم نتفق على هذا الشيء. سنكون بخير يا سالم، الخطة ناجحة. الموضوع بسيط، هذا أقوى من لديهم. ساعدوني، ساعدوني. عبيد، لا تنظر إلى الأسفل لو مهما حصل. أفاعٍ، يا الله، أنا أكره الأفاعي. الذي في يدك. مستحيل. عبيد، الأفاعي. من الجيد أنك بخير. انظروا، ها هي نجمة نشرة. تظنون أن هذا الجسر سيحملنا؟ لا. لا أظن ذلك. ضاع تعبنا. أن نفشل بعد كل هذا التعب يعني أن مصير أميرتي محتوم. ليس بهذه السرعة، أنا عندي فكرة. ما هذا الشيء؟ أعرفك على نانو، هو سينقذ الأميرة. مرحبا منصور. مرحبا نانو، عندي لك مهمة صغيرة. يا له من شيء مذهل. هذا نانو. أنا مدين لك بالكثير يا منصور، بل جميعكم ستكونون أبطالا وستروى عنكم الكثير من القصص.
منصور انظر العاصفة. بوابة الزمن، يجب أن نغادر الآن. خذ هذا كعربوني شكر. مع السلامة منصور. أبي بالتوفيق يا سندباد. نحن نبعد 20 دقيقة تقريباً عن نيويورك، لكن الغريب أننا متأخرون 8 ساعات عن وقت الوصول. ربما الموضوع له علاقة بمثلث برمودا. كلامك صحيح يا عبيد، كلامك صحيح. تجربة هذا الأسبوع ستكون عن كفاءة الطاقة، ومهمتكم هي أن تعلقوا واحداً من أعضاء فريقكم في الهواء. هذا سهل، لكن من دون استخدام أي محرك. ليس سهلاً جداً. انقسموا إلى فرق، بعد ذلك يمكنكم بدء العمل على تجاربكم. استخدموا أي شيء يخطر في بالكم، وقد يساعدكم في تحقيق هدف التجربة العلمية. يمكننا أن نربط خيطاً بين كرسيين، بعد ذلك 2 منا يجلسون على الكراسي وواحد ينام على الخيط، وربما هذه الفكرة ستنجح. فكرة ممتازة، شكراً. هذا ظلم. لا تقلق يا عبيد، لأن لا شيء من هذه مفيد. لدي أشياء أفضل في المنزل. ماذا عن هذه؟ أجل، أعتقد أنه يمكنها رفع أحد ما. يمكننا التجربة. حسناً يا عبيد، كن مستعداً. من المفترض أن ترفعوه، لا أن تغرقوه. ساعدني، لا أستطيع الوقوف. يمكنكم العمل على تجاربكم في المنزل، ولكن يجب أن تعرضوا التجربة غداً في الصف. دعونا نذهب إلى المنزل، لدي عدتي ويمكننا إنهاء العمل بشكل أفضل، أنا متأكد. سأذهب لأحضر سارة من الحفلة، أراكم لاحقاً. والآن كيف سننفذ هذه التجربة العلمية؟ ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ ماء. لا لا شكراً، لدي عصير. لا، نستطيع استخدام ضغط الماء لكي نرفعك. كيف سيرفع هذا الشيء عبيد؟ عندي خطة. حسناً، يمكننا تنفيذ الفكرة بقاذف الماء عالي الضغط هذا. القاذف جاهز ومليء بالماء. نحتاج إلى ضغط أكبر. تمسك جيداً يا عبيد. نجحت الفكرة. أجل.
ساعدوني ساعدوني، أغلقوا المياه أغلقوها. تقريبا نجحت الفكرة. يجب أن نجد طريقة أخرى. أنا مستحيل أن أكرر هذه التجربة مجددا. اطمئن يا عبيد، سنفكر بشيء آخر. ها؟ لقد عدنا. وجدتها. لا أظن أن بالونا واحدا سيرفعني إلى فوق. صحيح، واحد لا يستطيع، لكن مجموعة بالونات بالتأكيد سترفعك. لا تقلق يا عبيد، ما الخطأ الذي قد يحدث؟ أخيراً، بعد احتساب كل المعطيات، نحتاج إلى 48 بالوناً لكي نتمكن من رفع عبيد في الهواء. سنفعل الآن؟ علينا أن نفجر ثلاثة أرباع البالونات. ولكن كيف؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ ماذا نفعل؟ نانو يستطيع أن يطير ويفجرها. نانو؟ ولكن كيف؟ ليس لديه شيء حاد. بسرعة، ابحث عن أي شيء حاد. أي. أوه، هذه ستساعدنا. مرحباً، ساعدوني، توقفوا، ساعدوني. ماذا سأفعل الآن؟ كيف سأنزل إلى تحت؟ لا تقلق يا عبيد، لدينا خطة. نانو؟ عبيد، سننزلك إلى تحت. نانو، ماذا تفعل؟ منصور، أنا مرتبك وخائف. لا تخف يا عبيد، الخطة تنجح. كيف تعرف أنها تنجح؟ لأننا قمنا بكل الحسابات العلمية. قد تكون الحسابات العلمية خاطئة. أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أحسنت يا نانو، بعد أكثر قليلاً. كم واحدا تريد أن تفجر؟ 142، 143، 144. نانو، لو سمحت فجر ثلاثة بالونات إضافية. أنتم تساعدوني، انزلوني الآن. مرحبا عبيد.
أننا نفذنا التجربة العلمية؟ نفذناها؟ أجل، يمكننا أن نرفع جسمك ب48 بالوناً. أي بالون إضافي سيجعلك تطير بعيداً، وأي بالون أقل لا يرفعك أبداً، فهمت؟ فهمت، لكن في الواقع أنا تكفيني هذه الكمية من المعلومات العلمية في يوم واحد. فلنرى الآن إن كان أحد منكم حل هذه المسألة العلمية. سنبدأ بفريق طارق. انظروا كيف سترفعني هذه الخيوط. محاولة جيدة يا طارق. منصور، هل نجح فريقكم؟ هذا الأمر لن ينجح أبداً. من خلال البحث العلمي الدقيق، احتسبنا كم بالوناً نحتاج بالتحديد لكي نرفع عبيد. وقد اكتشفنا أيضاً أننا إذا ضاعفنا عدد البالونات 4 مرات يمكننا أن نطير أعلى من الطائرة. نكتة جميلة يا عبيد. أستاذ، أنا لا أمزح. ها؟ هو يمزح صحيح؟ لا أستاذ. تهانينا لفريق منصور لحلهم المسألة بنجاح.